السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلامذتي الأعزاء. أعتذر عن عدم وصول الفيديو كامل إليكم. درس القراءة لليلى أبو زيد لحظة غضب. هذا النص هذا لحظة غضب للكاتبة المغربية ليلى أبو زيد. لاحظت من خلال أحد التعليق وأنا مشكورة جدا لصاحب ذلك التعليق الإيجابي الذي نبهني على أن الفيديو ناقص، درس ناقص، أعتذر، سأتممه. فقرات النص ينسجم العنوان مع الفقرة الثانية من النص، تهيمن الأفعال على الأسماء في الفقرة الأولى والأخيرة. فرضية النص بناء على العنوان والصورة، نكون فرضية بنائها الأساسي توتر العلاقة بين اثنين نتج عنها غضب لحظي. القراءة التوجيهية الإيضاح اللغوي، تم شرح المفردات من خلال الصفحة 122 من كتاب المرشد في اللغة. الفكرة العامة توتر العلاقة بين الزوجين نتج عنه طلاق. تحليل النص، الأفكار الأساسية، احتماء الأطفال بأمهم خوفا من الأب الغاضب، تبادل التهم بين الزوجين مما عقد الأمر، خروج الأب من البيت غاضبا إلى مكتب العدول، إتمام إجراءات الطلاق بسرعة. أحداث النص، البداية، احتماء الأطفال بأمهم، الخوف من الأب، الأحداث المحركة، فشل الزوج، تشهير الزوجة به نتيجة العجز عن الإنفاق سبب له الإحساس بالحرج والإهانة في كرامته، العقدة، توتر الزوجة، غضب الزوج نتج عنه توتر العلاقة، الحل، اللجوء إلى مكتب العدول، الحالة النهائية هي الطلاق. الحقل الدلالي المسيطر في النص يدل على توتر العلاقة بين الزوجين، مثل وقفتك المتهمة، انتقعت، ارتعدت، أحس بالحرج في كرامته، التشهير به مضطربا. الشخصيات وحالتهم، الأطفال خائفون، الأب غاضب متوتر حاقد، الأم عصبية غاضبة غير متفاهمة، العدلان طمعان انتهازيان. مكان البيت، المكان هو البيت، متسم بالتوتر والمشاكل، مكتب العدول لا يبحث عن حلول مرضية، هدفه المصلحة من خلال مصائب الناس. التركيب والتقويم، أشار النص إلى الأسباب التي أدت إلى الطلاق، تتجلى أولا في فشل الزوج وعزه في تحسين ظروف أسرته وعدم قدرته على الإنفاق وتحمل المسؤولية، ثانيا وهو عدم تفهم الزوجة لحالته النفسية وشهرت به مما أثر في نفسيته واعتبر ذلك إهانة له وتحطيم لكرامته. قيمة النص، يحمل النص قيمة اجتماعية تتمثل في المشاكل الأسرية الناتجة عن عدم التفاهم والاحترام بين الزوجين، الذي يبدو واضحا أن إذا كان هناك التفاهم بين الزوجين، إذا مرت الأسرة بأزمة اقتصادية فيمكن تزاوجها. لكن المشكل الذي وقع بين الزوجين في نص القراءة لحظة غضب تفاقم لغياب الحب والحنان والاحترام بينهما، فكان النتيجة هو الانفصال. أعتذر عن تقسيم نص القراءة إلى جزئين لظروف بصراحة لا أعرف لماذا انشطر الفيديو، توقف فجأة.
أعتذر.